السلام عليكم. في الفيديو ده بنتكلم عن أداة بتوفر الوقت في حالة إنك بتصمم منظومات كبيرة أو ماكينات متوسطة، يعني على السوليد وورك. اللي ظاهر قدامنا فيه هنا ده يعتبر طارة. الطارة دي بتتركب في ماكينة شبه كده، دي ماكينة أوليف بيتنج ماشين خلي الزيتون، تمام. الطارة دي فيها فتحات طبعا زي ما شفنا، هي دي الطارة طبعا قدامي. في بدل الطارة في 1 2 3 4 5، في 5 طارات طبعا كلهم نفس الحجم تقريبا ونفس الشكل ونفس الفتحات. فالطارة دي بيتحرك فيها بنشاط، طبعا بتبقى البنشاط مع الكاميرا دي بتتحرك كده حركة ايه ترددية يمين وشمال. فانت عايز تعمل الكلام ده على السوليد وورك، ف عايز تعمل الجلبة دي على السوليد وورك، ما ينفعش طبعا تعملها من الناحيتين، لازم تبقى الجلبة بالمنظر ده كده. يعني ازاي افكها بس عشان نعرف ان احنا نشوف شكلها كويس. ده شكل الجلمة، مينفعش تكون من الناحيتين. مينفعش تعمل هنا مثلا ميرور وتخليها ايه الباترن دي تخليها ميرور وتخليها الناحية التانية، كده مش هتنفع تركب. لازم يبقى فيه جزء بيركب من على اليمين والجزء التاني بيركب من على الشمال، تمام. عشان تعمل الكلام ده هتعمله ازاي؟ طبعا انت بتعملها مره واحده. يعني مثلا عملتها، انا جهزتها اول حاجه دي، انا عملت الميتس كامله بايدي. بس انت عشان تقعد بقى في كل في ال5 طارات تعمل برضو جنبين بايدك، اللي هو تعمل من هنا كونسنتريك مع ده وتعمل كونسيدنت مع السطح ده، فانت هتاخد ممكن تاخد لك ساعتين او 3 ساعات في الحاجات دي. في الحاله دي في اداه بسيطه في السوليد وورك اسمها كوبي ويز ميتس. الكوبي ويز ميتس طبعا انت فاتح اسمبلي، عشان تفتح كوبي ويز ميتس طبعا بتيجي هنا على اسمبلي، بتختار اللي هو الانسرت كومبوننت، بتلاقي فيه تحت كده كوبي ويز ميتس. بتبدأ انك تسلكت الكومبوننتس بتاعتك، يعني مثلا انا عاوز اعمل كوبي لده بالميتس بتاعته ولده ولده ولده، عشان كفاية كفاية دول بس عشان وقت الفيديو. بعدين لو انا ضغطت هنا اوكي، فانا لسه كده ما حددتش الميتس. انا عملت كوبي للكومبوننتس للبارتات اللي انا عاوز اعمل لها كوبي بحيث نوفر الوقت، لكن الميتس لا، لسه ما خدتش الميتس اللي انا عاوزها. عشان ناخد الميتس اللي احنا عاوزينها بتضغط على السهم ده، بيبدأ هو يظهر لك في الليسته دي كده كل الميتس المتاحه للبارتات اللي انت عملت لها كوبي. فهنا اول حاجه بيقول لي في كونسنتريك واحد اللي هو مع السيرفس ده، يعني زي ما انتم شايفين بمجرد ما انا ضغطت على كونسنتريك واحد هو عمل لي اللي هو الكوبيت بارت ده، الكوبيت بارت وده اللي هو البارت الاصلي، عمل لي الكوبيت بارت كونسنتريك مع البارت الاصلي، تمام. عايز بقى ان انا اخد برضو الكوبيت بارتس دي كلها كونسنتريك بنفس الايه بنفس البارت الاول، فابدا ان انا اقول له تمام، في هنا كونسنتريك عادي وهنا كونسنتريك وهنا كونسنتريك برضو وهنا وهنا بس. لو ملاحظين هتلاقي برضو هنا بيقول لي ان هو عايز ياخد هنا كونسيدنت تحت كده، ظاهر لي ان لسه في 3 ميتس كونسيدنت مع بعض. فانا لو ضغطت على الكونسيدنت ده معناه ان هو هيخلي السيرفس ده كونسيدنت مع السيرفس ده، وانا مش عاوز كده. انا عاوز ان انا اخلي السيرفس ده كونستنت مع السيرفس ده في الطارة، واخلي السيرفس ده كونستنت في الناحية التانية بنفس الطريقة. فانا خلاص كده هقول له اوكي، وهبدأ ان انا خلاص كده عملت الكوبي ويز ميتس بتاعتي، خلاص الغي مش عاوز حاجة تاني. كده ظهرت عندي الكوبيت بارتس لوحدها. وطبعا الميزة في الخاصية دي ان هو جاب لي الكوبيت بارتس يعني كلها كونستنت مع بعضها، يعني ايه فيرتيكالي بالشكل ده، بحيث ان انا مضطرش اعمل تاني كونسيدنت لكل 2 مع بعض واجمعهم واربطهم كلهم ببعض وابدا ان انا اسحب بحيث ان هم يطلعوا ينزلوا معايا بالشكل ده. اعمل مجرد ان انا اعمل ميت واحده مع الطاره هنا كده، خلاص خلصت كل اللي انا كنت عاوز اعمله. وهنا بقى ابدا ان انا يعني اقول له اوكي طبعا. وكان في طبعا في البداية في عندي هنا ابدأ ان انا ارجع دول تاني مكانهم. فبس ده اللي هو الشكل النهائي بتاعي. طبعا ما عملتهمش كلهم برضو عشان وقت الفيديو،
بس انت تقدر بقى تجرب بطريقتك على حسب الشكل اللي عندك، لان مش كل الكوبي والميتس هتلاقيها بالشكل ده، في حاجات هتلاقيها بقى اشكال مختلفة، فانت تبدأ انك ايه تتعامل يعني على حسب الحاجة المتاحة بالنسبة لك.